night تفرج فينا thought you would get كل سبت بالليل على شدام ستار everybody's there yeah ساق بالضيوف عندي فضاء tonight برنامج كل مفاجآت no he knows care here we go again starting from the end ليلة تفرج فينا ديما كوبيتوني علاش هدا دروينا كل ست كيجينا كوبيتوني تعالوا لا I can't deny you get me تحاك وشط اللايك تحاك وشط معا كوبيتوني. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الموسم التالي ديال برنامجكم كوبي الضيف ديالنا جانا من مدينة تطوان وكيموت على المغاربة كاملين وعنده كل شيء هنية أرحبوا كاملين معتز أبو الزوز والعدو دو 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 العدو هالراي العدو دو 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 العدو هالراي ادبوتا ادبوتا ها او ادبوتا ادبوتا ها او ومعتز قبل ما ندخلوا في السخون أرحبوا كاملين باكو اللي معنا صافا باكو سوبر كلشي مزيان كلشي مزيان باكو معتز معتز باكو معتز معتز ابو الزوز ما منو الجوج ويلي 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 معتز ابو الزوز ما منو الجوج اي سي فري هاد القضيه معتز مرحبا بك صافي بيز ديما تكون فرحان ملي كتكون معايا الله يعطيك الصحه والله الا فرحان اخي عماد بارك الله فيك كلشي وداك ما لقيتش حاجه شي بيس اند لو جاب لي الله بحال بدلتي الكوافير لا باقي باقي كما هو انا ديما كنعلمك واحد واحد الدوره في واحد البلاصه في الشهر نعلمك واحد البلاصه الا كنضلوا نفس الكوافير لا هو نفسي علاش كنسميو هاد لا كوب ديال الشعر لا كوب ديال معتز هادي لا كوب ديال معتز ما دوزتيش انت كوب طاليان كوب ستون كوب سولي تما نقدر نكون دوزت وحا ما عرفش الاسماء ديالهم الصراحه كوب سولي فهمتي بحال تنقولوا لها جبانيه ولا تنقولوا لها زلافه ولا شي بحال شعر هكذا مدور بحال هكا كتلقى دوزت وانا صغير دوزت دوزتي بزاف الحوايج وانت صغير الحمد لله كنتي صعيب شويه كنتي صغير كنت صعيب قبيح شي شويه لا ماشي قبيح كنت صعيب كنت صليب كنتي ملي كدير شي حاجه كتسمع الدار كامل العدو العدو شنو عملت بزاف الكوارث صراحه بلعت مسمار بلعت فهمت دابا ملي جا داك الصوت الواعر هذاك المسمار الفنانه كاملين ما كانش مدري الفنانه كاملين ما تحتاجوش لوطوتون سرطوا المسامر سرطوا المسامر بلعت مسمار كبير كنت كنلعب في الصاله بلعت مسمار حرقت العماره واش المسمار نزل ولا نزل بالمراقبه نزل راه الا كاملنا كنراقب معايا جبرت خبرت الصقوم ما كاينش مشكل شي حاجه اخرى من غير هذا المسمار المسمار حرقت العماره من عمارات ما كانت غد يعني بدات تحرق والحمد لله كان شحال كان عندك من عام اللي درتي هاد الكوارث كامله 8 سنين و10 سنين طلعت للطبقه الثامنه في العماره كنت غادي نتسيب منها لان كان في ذاك الوقت سنبل كانوا الميكيات ديال سنبل صديقنا سنبل 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 كان كيطير بال وكان كياكل البوظه انا ما كانش كيعجبني انا كان خصني غير نطير انا دائما خصني نطير ماشي نقصتي بالله وبالنضوم دابا بغيت نقز قلت غنتسيب 8 طبقات قلت يمكن الله اعلم يمكن ما تصدقش انا نجرب غير من هنا للارض جربت وتحل النضال واستنتجت ان ممكن ماشي ممكن اكيد ان نمشي للخاسرين افاك باكو فيما غيبغي يهضر غتسمعوا بحال هذا الصوت قول اخي باكو سي معتز انت ما خاصش واحد يدير معك برنامج خاصو يحل معك محضر الناس اللي جايين من كوكب واحد اخر وما كيعرفوش شكون هو معتز ابو زوز معتز ابو زوز كيغني هذه الاغنيه هذه هنيتون وسمرا صافياتون ضرب الدنيا بريكلاتون شاتون نهارو لي عندي هنيتون وسمرا صافياتون ضرب الدنيا بريكلاتون اللي يبغى يربح لعب طويل وكاينه اغنيه واحده اخرى اللي هي اللي في شي وغنمشيو لاغنيه واحده اخرى مازال معتز ابو زوز الموت انا كنموت مين كنشوف السنين يتخلطوا عليا العرب كنموت الخوت ماشي بيبكي
غادي نمشيو الاغنيه الاخيره ديال معتز ابو زوز سميتها العدو. العدو هي خاطيني الفيتيس عمري هي الكبيده برنسيس ما برنسيس شو واش شرح لينا واش واش دير شي حاجه مع السلامه الطرقيه ولا كيف علاه علاه ندير شراكه من شفتها في راني توسط الطريق لدابا كنسى راني كنقول خاطيني الفيتيس واش باغي لا فيتيس ولا حيدوا عليا الفيتيس لا خاطيني الفيتيس عندها جوج معاني هو انا ما كنطيرش وفي نفس الوقت هو انا كنمشي شويه بشويه يعني كنمشي وحده بوحده الموضوع هو كامل الاغنيه بين جوج كيتباغاو كيف ما كيقولوا ولكن بعاد على بعضياتهم ودائما هذيك المسافات عنده الاخر ما يشبر طوموبيل ويمشي شد الطريق لوطوروت يوصل لعندها باش يشوفها هذا هو كان يعني انطلاقه الموضوع قصدت بنسوق انا بشويه ودائما هذاك اللي عنده محبين وكيبغي الناس وناس كيبغيوه دائما خصو يسوق بشويه باش يبقى لدوك الناس وذوك الناس ما يتعزاوش فيها بالله دونك انت ما عمرك ملي كنتي صغير ما كنتيش ولا ملي كنتي باقي صغير اي هي اللي صغير بحال هذا ملي خديتي البيرمي ما كنتيش كتكسيري بالطوموبيل وطلق الموسيقى والعدا والعدا ولا لا كنت كنت كتعجبني واحد الاغنيه الاصاله كتقول تصور بحبك وجات في الطوموبيل فانا كان عندي الحلم هو اني نسوق وندير بحالها وعملتها قبل ما نعمل بيرمي زعما كنت كنسوق بلا بيرمي مي دائما كيعجبني نسوق بشويه الا ما كنتش عندي شي شغل زعما كبير كنسوق بشويه عليا زعما حتى حد ما زهرب عليا اللي لاحظت فيك معتز سيكو الاغاني ديالك كاملين فيهم كتموت هذه العدو دونك معك واحد السيده واش كتبغي كتحب لا علاش ما كتحبش ما عنديش الوقت ما تخب ويلي ما عنديش الوقت وقهرتوني بهذا السؤال صافي لا شكون هما اللي قهروك كاملين انا غادي نقول لك واحد الحاجه النهار اللي غادي نحب وغادي نبغي وغادي نموت غادي نكتبها في واحد ستاتيو السلام عليكم لا انا حداك قول لي ماشي مشكل ولا نكتبها اوكي لا ما نقدرش نقول السميه ديالها ماشي مشكل ما كاينش عندي مشكل انا حياتك الشخصيه هذيك انا بنت من هادي لا مي سي فري علاش كيسولك هذا السؤال لان سي السؤال اللي كيرجع ديال لي فان ديال معتز بزوز امتى بغاو يفرحوا بك واش انا جلس على قلبهم باقي شويه اوكي عجبتني واحد القضيه قلتي ما عنديش الوقت فاش مكونسونتري دابا من غير الموسيقى غير في الموسيقى لا كارير كل الموسيقى غير في الموسيقى علاش بغيتي توصل والله ما عارف ما باقي حتى حاجه مع بالنسبه لي للفن ومن كيكون عندك هي هوايه وفي نفس الوقت موهبه ما عندهاش الحد زعما ما عندهاش فين توصل ولا اعتبرتي راسك وصلتي راه غتكون بصح وصلتي ان شاء الله دابا بعد كل اغنيه هذه خاطيني الفيتاس وهذاك الشيء راه خصك توصل بالمهل وغتمشي وغادي توصل لا باقي غادي بالمهل الله رجع معك على الكلمه ديال العدو لانك انت تفاجئتي ملي خرجت هذه الكلمه وبزاف الناس كيتسائلوا على حساب بزاف ديال الجهات في المغرب صحيح. كل واحد واللهجه ديالو حنا ما فهمناش العدو انا في الاول كان كيتصحابني العدو هي الاعداء ولكن انت شرحتي لي بان العدو في كلمه واحده اخرى العدو هي العدو عباد الله كنقولوا حنا العدو عباد الله الو انا نقول لك كلمه العدو اش العدو وك وك عباد الله كاين وك وك عباد الله هادو اش بغاو لان كنهضروا على هذوك الناس اللي كيدخلوا بين جوج عايشين واحد في مدينه واحده في مدينه فبالتاكيد غيكون بيناتهم واحد الناس ضدهم شوف لان يمكن يكون طافي التليفون يمكن كذا فكيقولوها في الاغنيه انا تليفوني ديما في شارجر زعما باللي انا دائما حاضر وكونيكتي وشعل التليفون وكاين الناس كيبغيو يدخلوا كيبغيو الناس كيدخلوا فوالا شوفوا يمكن يكون طافي التليفون يمكن فين كاين دابا تفتح تطوان حنا في الدار البيضاء شي واحد فاس كيبغي يخسر المسائل مثلا فهذيك كيقول العداوه هي وكوك عباد الله راه كاين واحد الحاجه اللي مازال ما كنفهمهاش سي كو ولات على مود هاد ديمات الاخرى سي كو فيما كتخرج شي اغنيه كتلقى فنانه بعضياتكم اصدقاء كيبداو يغنيو الاغنيه بسيلفي تيت عندنا شي صور ديال بعض لي فان ولا اصدقاء ديالك نشاهدوا واحد الصور اللي ما كنفهمش سي كو واش كيشدوا التليفون ديالهم كيعيشوا مع الاغنيه اكثر من الفنان زعما كتسمع لي صيف طنوبي كتسمع
وعلاش كتخرجي وحدي انت؟ هاك لاباس الشريف واش انت كدير الفنان واحد اخرين ولا؟ كنديرها وشنو هذا ولكن كاين فيه شويه ديال واحد النفاق الفني سي كبعد المرات كتلقى دي زارتيست اللي ما عندهمش مع بعضياتهم في الحياه العاديه ولكن كيدير واحد الاغنيه وكيطاقيه باش الاخر يرجع عليه وكتحبس هنا واش عمرك درتيها؟ لا كنديرها للناس اللي كيديروها لي وكنعملها للاغاني اللي كيعجبوني الاغاني اللي كيعجبوك ماشي كنعملها للناس اللي كيعملوها لي الاولى وكنعملها للاغاني اللي كيعجبوني حيت كاين فرق بين مبروك الاغنيه وكاين فرق بين اني نعيش مع الاغنيه ونحفظها ونغنيها هادو جوج الحالات سبحان الله العظيم كتلقى الاغنيه الله عندها نص ساعه كيكون حفظوها كتكون تحفظت اولا بعض المرات حنا كنكونوا كنسمعوا لي ماكيت طبعتنا فكيكون عندنا خلفيه وحافظين كذا فدغيا كتسهل انك تعمل لها فيديو او كتكون عامله من قبل يمكن دوك ظاهره مزيانه لا مزيانه صحيه هذه طيب مازال بزاف ديال الحوايج غادي نهضروا عليهم معتز ابو زوز دابا شويه غتكون معنا واحد السيده اللي نجحات في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي موديل اللي سميتها عبله صوفي غتكون معنا دابا شويه في لو كود بي تونايت على شاده تي في بقاو معنا حنا راجعين مرحبا بكم معنا من جديد في شاده تي في برنامج كود بي تونايت صافا كلشي مزيان لا لا انا عجبني الحال صافا ولفتي شويه مازال ولكن غادي نولف الحمد لله ان شاء الله معتز خاين الصباح انت كتسقسينا ما خصك والو ما خصك والو قول له شي حاجه بعدا باش شي حاجه صحيحه الوغ انا نلقى لكم شنو غادي خصكم يلا غادي خصكم عبله صوفي اللي معنا اليوم بوم عبله صوفي صافا صافي بليزير صافا ميرسي نهضر معاك بالعربيه بالانكلي بالفرنساويه الامريكانيه شويه حيت حنا كان كيتسحب في الامريكانيه ما عرفنا بانك مغربيه مغربيه 100% 100% بيني لي شي حاجه بانك تباني مغربيه حيت حتى الساعه ما كتبانيش هي مغربيه خويا صافي 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 معتز صوفيا كتعرفوا ولا ما عمركم ما تعرفتوا يلا اول مره كنتلاقاو اول مره ودوك سي لوكازيون حيت بانت لي غير التسليمه درت لك بحال هكا هو انت اخويا ديتي السلام كامل ديتي اربعه وصافي بركات لا علاش حنا المغاربه كنديروا اربعه البوسات حيت عندنا جوج الوجوه دير الوجه الاول بعد دير الوجه الثاني يا اخي حنا عندنا غير وجه واحد عبله هذا باغينا الخدمه بالنهار مرحبا صافا كومون سا سباس في لوس انجلوس الي تري تري بيان الحمد لله كلشي مزيان اربع سنين وانت في الي اربع سنين كيفاش وصلتي لتما وجلستي تما في الطياره لا مي بصح كيفاش مشيتي تما كيفاش وصلتي للاستاجيم مشيت تما ملي ساليت لي زيتود ديالي هنايا في لونيفرسيتي انترناسيونال دو رابا جبت اون ليسونس هنايا ومن بعد جي فولو ندير ان ديبلوم في الفاشن حيت ديما كانت كتعجبني صافي بليزير حيت انا عندنا تقريبا لو ميم ايتينيغير ولا لو ميم باركور ولا لو ميم سيركوي سوف انت خديتي لو ديبلوم ديالك في لونيفرسيتي انترناسيونال ديال الرباط ومتاتك في الستازوني انا كنت سقطت في الباك وجاتني شهاده تي في سي تري بيان كل واحد تري بيان سي تري تري بيان ملي وصلتي للولايات المتحده الامريكيه شنو مشيتي ديري في الاول جا ابخي لونجلي حيت مشيت مكلخه في لونجلي ما كنتش كنعرف دابا صافي دابا يلاه ما كاين هذاك الشيء ديال لا باقي كنتقاتل باقي جي في كيلكو موا دو لونج dans une école ou je me suis inscrite dans une école de fashion. Très bien. École fashion, je suis entrée là et qu'est-ce que tu as ou la sélection? Non, j'ai passé un test. J'ai passé un test où ils m'ont accepté. C'est une très très bonne école qui a beaucoup de grands designers qui sont venus. Où j'ai passé le test et j'ai réussi. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu as le coup de le push pour Abla ou la Marofa, surtout ici au Maghreb? Boum boum. Boum boum. On se met un extrait ou alors on chauffe un extrait. Le clip Boum boum. Red One. Alors, la rencontre avec Red One. Qui veux-je dire? La rencontre avec Red One. دونك انا ميان كومان ما كونتاكتي قال لي بانه غايدير واحد المشروع للمغرب بانه كيقلب على عارضات ازياء مغربيه تما فين انو زاميان كونتاكت وتلاقينا
تا هو كيسكن تما ولكن ما عمري ما كنت لقيته من قبل. باش تلاقي كتعرفيه؟ كنعرفو بيان سور. شكون اللي ما كيعرفش رضوان تبارك الله عليه؟ ديما مشرفنا فين ما كيمشي. لا واحد السيد صديق ديالي نهار اللي كنا تلاقينا مع رضوان هو بلي ما كيعرفوش حيت جا سلم عليه قال ليه سير رضوان لاباس عليك. قال لي راه سميتي نادير رضوان. دونك ملي ما بريزونتي لو بروجي قال لي باغي يستعمل لي ماروكان وخاصو مغربيه. باش يستعمل لي ماروكان لو ماكسيموم زعما il veut utiliser le clip le maximum حيت حتى لا برودكسيون كانت مغاربه حتى زعما لو ماكسيموم الناس يشاركوا في الكليب. تما فين قلت له بانني خدامه في واحد الشركه دايوغ اللي كانت بارتنير ديال الكليب تما اللي قدمته مع مول الشركه. دونك انت انا اللي قدمته مع مول الشركه. الله يرحم بال والديك خلاك بالله هذا صاحبي هذا صاحبي خويا معتز اذا كان شي راه كنت مع النهار اللي كانوا كيصوروا في مرتير كنت حاضر انا. دونك حضرتي للكماج كان ديك الوقت نعمل اي حاجه ولكن هي راه خدامه كانوا مشغولين مسالين لا كانوا مسالين. دونك ملي قدمته قال لي بغيت نستعمل لو ماكسيموم باوكا مول الشركه مغربي. قلت له دونك ضروري سي فريم الشركه وما شركه شي جوج ابارمون واحد اصلا مغربي. انا هما خوت كاملين اربعه كاملين مغاربه ولكن ما غير من المغرب الاصل ولكن ما عمرهم ما جاوا المغرب. دايوغ حتى مورا الكليب اول مره ابخي دي زاني جا الى ديكوفير لو ماروك اي فيني ماروك بور لا بروميير سي فري سا في بليزير تكونوا دي جون معروفين مغاربه ولكن حنا راه عندنا دي زارتيست مغاربه اللي ساكنين في المغرب ولكن ما عمرهم ما جاوا المغرب. اكزاكتومون ما عمرهم ما كان جاوا جابوا سا فامي وكل شيء جاوا ماشي مشكل. جبت واحد لوطو فان سباكو ايه عليا اللي كيدق علينا تمام الحمد لله. هاد السيد التليفون ديالو عندك عندي الواتساب ديالو حيت الكود بوست راه خاص بزاف ديال الناس. حنا شوف انا كنعرفو في كارت بوستال دابا بغيت نعرفو شخصيا. انا كنعرفو في الجينات والله ما نكذبش عليك كندير الكود بوست وكيتقلب عليا. كذب عليك كندير الكود بوست وبنادم كيقلب كما قلتي بنادم عنده جوج وجوه. واش كاينه هاد القضيه مرات طرات ليك بزاف في المغرب؟ ما لا او امريكانيين هادو ولا مغاربه تما عندهم ثلاثه الوجوه هادو. عمرها طرات لك يا معتز هنا كتعاون شي واحد تعطيه بيديك توصلوا لشي بلايص كيقلب تلاقي مع ناس وفي الاخر ما كينكر الخير كينكر اللي باقي زعما يعني باقي عاد كيطلع هذوك مازال ما خرج منهم حتى حاجه مي اللي قد بالتاكيد كيخرج منهم صافي دغيا كي كيبان لان انسان غير الا تزادت شي حاجه عليه وما كانش مربي مزيان وما كانش ود الخير دغيا كيعمل لك خاويه وعمره. كلشي في الثقه في النفس حتى هي الثقه في النفس كتلعب بزاف حيت ملي كتكون عارف راسك عندك شي حاجه في يديك ما كتكونش خايف بان تعاون شي واحد وراه غاي. انا كنقول بان كل ربي اللي كيفرق الارزاق الا عاونت شي واحد ماشي غياخذ مني الا عاونت شي واحد هو غيتزاد له شويه انا غيتزاد لي شويه وشي نهار غيجي واحد اخر غيعاونني وغيتزاد لي شويه ماشي الواحد تيقول بان يعاون المهم هو يعاون وينسى ولكن دي فوا لا فيغيتي انا كاع الناس اللي عاونت لا ماجوريتي جاوني دي موفيز اكسبيريونس. دابا حتى عمرك ما تعاوني شي حد؟ كنعاون الناس اللي كيستاهلوا. شنو هما لي كونديسيون اللي خلوا يستاهلوا؟ بانهم يكونوا كنحس بهم حتى انا الا احتاجيت شي حاجه ولا قبل داروا لي شي حاجه ولا زعما ماشي شي وحدين اللي غيضروني حيت كاينين جوج الناس اللي كيمكن لك تعاون اللي ما كيعقلوش واللي من بعد كياتاكيوك حيت كتولي ليهم بحال كومبيتيشن دونك كيبغيو يهرسوك. دونك دابا وليتي كتبغي تعاون الواحد وكتخاف. الو وي عندي واحد عبله شتي ربي والله الا كبير سي فغي فاتنا نجيو حنا عندك الاله جابك ربي حتى عندنا الهنايا والله العظيم زعما شوف كنديروا كل شيء الميناج هو قلت حنا المغاربه اي حاجه كنعرفوا مرحبا انا والله استعرفوا اليوم سك الا بغيتوا عبله صوفي تعاونكم ضروري من ليغاليزاسيون في الجماعه سدير معكم كونترا ما فيهاش. غنمشي لواحد الانترفيو اللي سميتو بوم بوم. يلا هاد الانترفيو شنو هو؟ الا الحاجه بغيتيها ديري بوم بوم بعدك شويه هذا ديري غير بوم وحده صافي ندير باغ ديري غير بوم يلا بوم ولا بوم بوم كي كيجيك le monde ديال لا مود في المغرب بوم ولا بوم بوم بي تاع بوم ما كايناش بوم. الا اقترحوا عليك تدخلي تخدمي في المغرب بوم 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 ما اقتنعناش بها.
الا اقترحوا عليك تجي تزوجي في المغرب بوم 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 دونك بغات تزوجي مع مغربي ماشي مع امريكاني مغربي مهم مسلم مهم يقدر يكون امريكاني سالم ما عندكش مشكل لا يكون مغربي 90% مغربي الا اقترحوا عليك 10 المليون ديال الدولار ولكن تبقى حياتك كامله في امريكا ما عمرك ما تدخلي المغرب 10 المليون ديال الدولار معتز يقترحوا لك 10 المليون تمشي للقمر تبقى تما مع عاد ما تجي لا هي كتفكر لا صراحه كي واحد يفكر فيها بيان سور يفكر فيها غن 5 ونتفاهموا كي كتجيك الموسيقى في المغرب الموسيقى الجديده اللي كنسمعوا دابا بوم ولا بوم بوم حقيقه بوم 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 حتى انا يا ديما كنقول بان لي زارتيست ماروكان تبارك الله عليهم عندنا لو تالون بزاف كتني بلا الموسيقى الى ايفولوي في المغرب انا جو بونس كو لي زارتيست ان طونك بيرسون كاين الحلق كاين لا بيرسوناليتي وكيمكن لهم يمشيو بعيد خسر كلكو فوا خص لو دومين اي سو ديفلوب ويولو فيه شويه الفلوس حيت راه يفو كامام انفستير في ان ارتيست باش يطلع دونك جو بونس ولكن لو تالون كاين ولي شونسون بالمغرب راه كلكو فوا وحق الله كنكون جالسه في الي في شي ريستورون وكتطلق باغ اكزومبل حاتم عمور كنبقى غير في هذاك الريستورون في الريستورون لا داك عرفتو صاحبو ديما كيطلق دوك الصديق ديالو مزيان ديما راه عارف هذاك الريستورون عرفتو الو لو ستيليزم ولا اللبس اللي كيلبسوا لي زارتيست في الكليب ديالهم كي كيجيك بوم ولا بوم بوم مغاربه مغاربه ايوا بوم بوم علاش ناقصين حنا دي ستيليست في المغرب جو بونس حيت ما قيمة وصلناش لذاك النيفو ديال يمكن لهم يتسبونسوريزاو بون دي مارك دونك كيما كنقول ابخي سا روفيان او بيدجي انا جو بونس كو لو بيدجي كيلعب دور كبير كاين بيدجي ضروري بيدجي خص في الكليب ديالكم ولا تقدر بشويه دير شي حاجه زوينه لا بشويه غدير حاجه عاديه خص بزاف خص بزاف لان التصوير كدي فلوس اللباس كدي فلوس السبونسورين كدي فلوس كلشي كدي فلوس عمرك تشايسي باش تقلب على سبونسور في المغرب و لا ما كتبش ما جربتيش لا لا ما كتفكرش بان تلقاو سي دي بارتنير باش يعاونوك في الكليب ديالك هو على حسب بعض المرات يكون عندك واحد النجاح معين كتوصل به للناس فكيبان كلشي معاه فهمتي بانوا بزاف مي ماشي هذاك اللي هذاك بحال اللي غيدير لك هو بحال اللي غندير راسي فإلا بان ما حسن مع الوقت كان شي قيمه مضافه ل... ما يزيدك والو فهمتي غير يبغي يدخل راسه معك في الشريط فهمتي باغي غير يبان معاك بس صبعو تما وي فوالا يحط صبعو تما ولا صبعو نقطعو له كل ما يحطو تما لان اللي غنديرو لراسي كي غيديروا لي هو اللهم نديرو لراسي ويتحسب عليا علاش يتحسب عليه صفقوا عليا الله يخليك بالنسبه للسبونسورين انا بالعين لبست تيشيرت ابيض خاوي اللي بغى يلصق شي حاجه مرحبا يا بطل الشباب مرحبا بوم ولا بوم بوم كيعجبك راسك بوم 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 الواحد هو اللي واحد هو اللي يقول الصراحه هو يقول لك شي اللي كاين عمر شي واحد دار لك شي انتقاد بحال هكا سيغ لي ريزو سوسيو بانك عاجبك راسك بزاف ودايوغ البارح قلتها ماشي كاين الفرق ما بين واحد كيعجبو راسو بشويه ديال الثقه كيكون باش يمكن لك تكمل في هذا الدومين خاص تكون ثقه بالنفس حيت بزاف الناس كيحاولوا يهرسوك وكاين بان كيبقاو مره يقولوا لي متكبره انا ماشي متكبره انا اي واحد كنهضر معاه جونتي كاع الناس اللي اوتور دو مو بالعكس لو كونترير ديال التكبره كيعجبني النشاط كنهضر مع الناس زعما كيعجبني راسي حيت ضروري خاص الثقه في النفس سينو ما يمكنلكش كاين الثقه في النفس وكاين كيعجبني راسي كيعجبنيش راسي زعما انا فين ما كنمشي جونتي مع اي واحد كلشي عندي بحال بحال زعما ماشي تري سو انا تري 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 سوسيابل دايوغ دي جون كيبقاو يقولوا لي علاش ما خصكيش تبقاي ديري بحال هكا خصك ولكن جو بريفير نبقى ظريفه مع كل شيء حيت علاش كنا بنادم وماشي وهاد القضيه اللي كنا بنادم كاين دي زارتيست مغاربه اللي كيبدا ظريف وكيتني تيكبر تيولي عنده مليون جوج ثلاثه سوغ انستغرام ما كيبقاش ظريف هي اللي هضرنا فيها قبيله كاين واحد كيكبر وكينجح كيبقى كيف ما هو صبغته كيكون ولد الخير ولد الخير ومربي وداك الشيء اللي وصل له بتعب وبزاف د الحوايج وكاين اللي ساعدته الصدف وكاين اللي ولي 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 ولكن هذه القضيه الى لاحظتي ما كنلاحظوهاش في ديزارتيست اللي كانت واحد لا جينيراسيون اللي قبل هذه لاحظناها في جينيراسيون ديال لي ريزو سوسيو غادير تبدل الوقت تبدل مع الوسائل التواصل الاجتماعي تبدل كل شيء
حتى الوجوه تبدلوا حتى الاطباع تبدلت حتى المواقف تبدلت الانسانيه كاع ما بقات بيني وبينك بقات غير قديلين قديلك والله يعاون عمركم طلبتوا شي واحد يعاونكم وما بغاش يس شكون ماشي هنايا في المغرب في الحقيقه بحال علاش شنو طلبتي وما بغاش تعاون انا في المغرب ما كاين اللي يعاونك هاكا نيت السوشيال ميديا عندي واحد صديقتي عاونتها بزاف باش تدخل لداك الشركه اللي انا خدامه معاها وما كانوش باغين ياخذوها و فريمون انسيستات حيت انا معاهم في اللجنه اللي كتختار عارضات الازياء وخاك ما بغاوش وبقيت بشهوره وانا بشويه بشويه تدخلتها وهي عندها ملايين في السوشيال ميديا ديالها قلت لها عافاك مغربيه لا امريكانيه امريكانيه اللي قلت لها عافاك واخا تعاونيني زعما تدخليني في انستغرام ديالك طلعي ليا قالت لي سمحي لي بحال كتستعمليني قالت لك بالعربيه قالت لك ماشي بالعربيه بالانجلي ولكن بداك السم ديال العربيه كنت كتهضر مع بالانجلي يس يو ام فيري سمحي لي يا اختي ام سوري اي فيل لايك يو ار يوزين مي بحال هكا من الاخر ما شفتيش ملي كتشوفي وجهك صافي الزنقة خرجت لانيش لا صافي لا لا حتى انا جبتها بالعربية ما كاينش يلاه بقاو معنا حنا رافعين لكم دابا شوية دائما في الكود بي تونايت غنمشيو لواحد الانترفيو اللي سميتو كنموت معتز بقاو معنا ما تمشيو فين مرحبا بكم معنا من جديد في برنامجكم كود بي تونايت على شهادة تيفيو اليوم معنا عبد الله الصوفي ومعتز ابو زوز وغنمشيو لواحد الانترفيو اللي سميتو كنموت هذا الانترفيو ما تسميتو كان موت واش كتموت على الموسيقى ولا على الماكله الاختيار لا واه صعيب خصك باش دير موسيقى خصك تكون واكل هو دابا اختار ليا الوغ كتموت كثر على الموسيقى ولا على الماكله تقدر تاكل شويه ودير بزاف الموسيقى ولا تاكل مزيان ودير شويه الموسيقى لا ندير بزاف الموسيقى ناكلها شويه دونك الموسيقى قولوا الموسيقى موسيقى كتموت على بطاطا قصبيه ولا بطاطا حلوه شنو هي بطاطا قصبيه ما عندكش في طامبو تيطامبو لا ما كناكلوش ما كنتش تيطامبو بطاطا حلوه لا عندنا تيطامبو ما كناكلوش ما هو الحاجه الوحيده اللي ما كناكلوش تقريبا بطاطا حلوه مزيونه كتاكلها واخا الو كتموت على الطون والحرور ولا البسطيله الحوت الطون والحرور بحال هكا واضح لان اي حاجه فيها الحر انا كناكلها عزيز الحر بزاف واخا بزاف الو كتموت على خوالاتك ولا على عماماتك مشكل عائلي غير دابا لا هو ديجا كاين مشكل عائلي عادي خواناتك ولا عماماتك كل واحد على فعايله وقيل خوالاتي ما جانيش منهم شي عيب يمكن خوالاتي دونك خوالاتك كتموت على الجين ولا على السروال ديال التو لا الجين الجين كتموت على الموسيقى الشبابيه ولا الموسيقى الطربيه هو الاصل ديالي الموسيقى الطربيه دونك كتموت على الموسيقى الطربيه اكثر من الموسيقى الشبابيه كتموت على ابتسام تيسكات ولا على سعاد حسن اكثر من اللي انا بحلم بيه مش من ناحيه موسيقيا وموسيقيا الا بغينا نقولوا ابتسام عندها اغاني سعاد حسن عندها اغنيه واحده المهم انا كنموت على ابتسام حسن صافي بس سي فري كانت واحد الشيامات كنت سمعتي واحد الفيديو واحد التدخل ديال سعاد حسن اللي هضرات على لي جونز ارتيست ما عجباش الموسيقى تيقول لنا ما كاينش موسيقى شبابيه زعما زوينه وانت كنتي من الناس الاولين لا قالت ما كاينش الاصوات ما كاينش الاصوات وانت كنتي من الناس الاولين اللي انا ما رديتش عليها بالسميه لان انا كنحترمها هي فنانه واعره وصوتها واعر وتبارك الله عليها مي هي ضربت جيل كامل يعني ضربت اصوات جيل كامل فانا ما رديتش بالسميه وقلت الى سعاد حسن انا غير جاوبت قلت الدراري اللي كيغنيو اغنيه شبابيه قلت لهم زعما راه كيكبوا الماء في الرمله غير يريحوا ولكن كاين واحد القضيه ماشي كلشي عنده صوت زوين كاين وكاين ماشي كلشي عاوتاني فهمت بحق ملي غادي نقولوا ما كاينش الاصوات في المغرب راه ضربنا كلشي لا هي قالت الا في اقلينا الا قالتها في نفسها
ما قلتش وسمعناه حنا في الحدا سمعناه انتم حتى سمعتوا اذا انتم درتوا المونتاج حنا درنا لا ما درنا والو لا ما درنا والو الو كتموت عليا ولا لا بلا صوفي شنو هذه المصيبه هذه النهار هذه ماشي حظ هذه جوقه رجع الله يعينك انا معك هذا ماشي خصو يرجع هذه البرنامج الوحيد اللي كتسمع الجمهور ديفو كيشارك معاك في الحوار باش كتهضر كتسمع لا خويا لا لا ماشي هذيك شنو بان لكم الاخوان على من جوج يلا سير سير انا ماشي مشكل بلا قطبي يلا بلا قطبي جات معاك هذا عبلة قطبية غدا مع صوفي مع قطبي عبلة في واحد ليميسيون ديال السيفيها مع شهرزاد في ليميسيون باباغازي على شادا اف ام كنتي قلتي بانك كتبغي دنيا باطمة نشاهدوا ان اكستخي من البرنامج تخيلي انت مغنية شكون مغنية تكوني؟ شكون مغنية؟ دنيا باطمة دنيا باطمة كتعجبك دنيا باطمة شنو كيعجبك فيها؟ صوت ديالها وواحد جوج اغاني بالضبط كيعجبوني عندها اللي هما واعر واعر بزاف واعر بزاف واعر انت فنان انت فنان الو اليوم غادي نعطيك الفرصه حيت ما ربالاتك واحد يجي كل مباشر في لا راديو ما ربالك كتقول شي سميه وكتقول علاش ولا كتكون متاكد من اختيار ديالك ما نعطيك اختيار وغنعطيك الفرصه باش تو غاتراب واش غادي تكونفيرمي بان دنيا باطمة ولا غادي نشوفوا شكون هما لي دو زارتيست اللي كنبروبوزيو لك اليوم غنشاهدوا لي تخوا زارتيست واش دنيا باطمة اسماء المنور ولا ابتسام تيسكات بالنسبه لك شنو اللي كتفضلي اسمح لي وي دنيا وي وي اسماء باردون وي واخ واخ انا نقول لها واخ يلا تا شويه حتى الاخر نقول لك شنو قالوا لي غنبقى في دنيا نفسر علاش حيت انا شحال هادي باش مشيت من المغرب و لا فيغيتي زعما كنحاول نتبع كيما لو ماكسيموم بوسيبل ودنيا من اقدمهم ومن اسماء المنور من اقدم اي نو اسماء من اقدم ولكن دنيا اللي انا ما مير معايا وشاهده ديما في لا فواتور كاينين واحد لي شونسون ديالها ديما كنسمع لهم ودونك هي اللي زعما كنسمع لها لو بلوس تري بيان برافو دنيا باطمة ولكن اسماء المنور كتعجبني بزاف تبارك الله عليها زعما جي غيان ا دير تي سامتيسكات جو ني با اي لوكازيون زعما ما عمري ما تلاقيتها ما عمر ما عمرك سمعتي شي اغنيه ديالها في الحقيقه جو بونس با الوغ انا جو بو كونفيرمي بان بثلاثه ناجحين في المسار ديالهم ليسباس ولكن تديتي لنا اللي بغيتي عارفاهم بثلاثه ناجحين وعارفاهم زعما تبارك الله عليهم كلشي كي الاسوء ولكن انا زعما حيت جابيت بايسي ما كنسكنش في المغرب ولكن كنتبع لو ماكسيموم اللي كيمكن لي كنتبعو دابا سيغ انستغرام اكزاكتومون ولكن ابتسام تيسكات جو ني با لوكازيون دو لا ديكوفرير فريمون نسمع لها ونعاود نسمع ونعاود نسمع حيت كومام لي زوتر كنسمع لهم ملي كنت في المغرب في لا راديو من بعد كتمشي لها كتسمع وكتمشي لشي عرس وكتسمع ابتسام تيسكات جي با لوكازيون فريمون دو مو فاميلياريزي مع سا ميوزيك وصافي اسماء منور بيان سور اسماء منور دونك الا عندك اختيار بين اسماء منور ودنيا باطمة كتختاري دنيا باطمة نختارهم بجوج صافي دونك اليوم اختاريتي بجوج اليوم تراجعتي على القرار ديالك سي سي باكو خصك تدق علينا باش نعرفك واش بغيتي تدوي معنا فوالا تفضل شكون سي عماد بس سمعتي واحد الهضره قالت لها لا لا قالت لك انا حيت ماما كدير ديما دنيا باطمة في الطوموبيل اذا هاد السيده ما كتبغي دنيا باطمة حيت ماما كدير ديما دنيا باطمة شاهد عليا فوالا شاهد عليا طيب يا معتز دونك سا فيدير كو معتز انت ماشي بريزون بزاف سيغ لي ريزو سوسيو شي اللي فهمت من عند ابلا لان معتز سي ان ارتيست اللي تبارك الله عليه اللي دايوغ معنا اليوم حيت تبارك الله عليه معتز ماماها معنا هنا تعرف عليها واش تبغي ومامير ملي شافته عرفاتو خاصني نكمل
خاص تكون يمكن بلو بريزون، تكون بلو اغريسيف كي تنقولوا سوا. يلا بدينا، يلا بدينا خدامين دابا مزيان زعما في السوشيال ميديا، لان شويه زحام ولا ماشي زحام، خصو الخاطر بزاف. فهمتي، خصو الخاطر بزاف. وديجا كاين زحام بصح، كاين زحام. كدير دي سناب وداك الشيء كندير كنعمل. انت من الناس ولا بتيت سين كيسيون ليكم بجوج، زعما ليكم تبارطاجيو حياتكم او ديتاي بري ديال داكشي اللي كديروا؟ لا ماشي حتى الديتاي زعما. انا في حقيقه وليت كنخاف، حيت كلكو فوق تصح بوستي شي حاجه كيوقفوا عليك. شنو توقف عليك؟ شي ناس ما بقاتش واحد لا سيكوريتي. كلكو فوق كنبوستي شي حاجه كيجيو الناس يقول لك شفتك في السناب، حطيتي هنايا ولا حطيتي هنايا ولا دونك. اون جينيرال دابا وليت كنحتار على الخدمه. داك انت معتز كتبارطاجي حياتك ولا عز عليك تسمع لي فان ديالك يعرفوك اش كدير؟ شويه زعما شويه تمليحات، ماشي كلشي شويه تمليحات. هما زعما خرج مع الدراري، جالس مع الدراري في قهوه كدا، خرجي مع الدراري ماشي ناعس وانا كنصور داخل الدوش. كان انا حاجه واحده اللي انا ضدها هي نصور الماكله ونحطها في هذا. انا ضد هذا، ما نعرف، ما كنحس بها ما. ولكن كنلاحظوا بعد مرات ملي كتاكل شي بسطيله ما كتبارطاجيهاش، ولكن الا كديتي شي خبز فيه طون كتبارطاجيه. علاش؟ ممكن زعما شنو؟ لا والله ما عنده حتى علاقه. ما تجرحش المشاعر؟ لا 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 لا، غير انا هذه الحاجه الوحيده اللي ما كنعملهاش هي اللي نصور الماكله صافي، هادشي اللي كاين. ولكن كيبان ليا التليفون ديال معتز لوبتيك صغير، ما تصورش شي كبير، كتصور داك الصغير. غاستخونوميك غاستخونوميك. طيب يا معتز، الو غادي العدو، اغنيه زوينه ريتميك عاوتاني كنعرفو، كنسمعو كنسمعوها كيلكو نوت كنعرفو راه معتز، وسبتو الصوت ديالك ولا باين معروف، عندك واحد النبره صوتيه خطيره وخطيره بزاف. مازال ما نشوفوكش شي ديو مع شي فنان مغربي ان شاء الله. انا ديما كنجيماجين بان بتاتخ مع كاين بزاف ديال الفنانه في تطوان، اللي كنتوما سين زعما واحد الوقيته تطوان خرجت لينا بزاف ديال الفنانه في دقه واحده، واحد البروموسيون خرجات. ودايوغ نقدروا نقولوا هما اللي هاد الساعه براتيكمون في لو توب 3، نقولوا باش راسوخ هاد الساعه راسوخ. ما كاينش نهار ديروا شي كوليكتيف ديالكم نتوما في تطوان؟ لا ان شاء الله كاين، ولا ما كتفاهموش في الخفاء؟ لا لا لا، الدنيا صغيره علاش ما نتفاهموش؟ لا بالعكس، لا كاين شي فكره تقدر تكمل. كاينه فكره؟ كاينه فكره. انا سمعت شي حاجه بحال هكا، داكشي سولت. كاينه فكره واللي سمعتيه. لا لا انا كنسولك انت دابا، انت اللي غتقول لي. ان شاء الله تكمل، ان شاء الله الا كملت نهضروا عليها ان شاء الله التفاصيل. طيب ان شاء الله ان شاء الله. المعلومه اللي عندنا حنايا لا ارجوك، لا 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 باكو، انا مزوج. لا لا الله يرضى عليك باكو. قبل ما يموت كان بغا يدير مع الديو، قبل ما يموت بغا يدير مع الديو، خلى واحد الوصيه. شكون هذا؟ المرحوم مايكل جاكسون. اييه كنتصل بينا على معتز، قال لك اف اي داي بان لي جاك الجوع باكو، بان لي شويه بدا كيجيك الجوع باكو. خلع مرحبا عبلا، عمرك ما دوزي لو شون الغنى؟ حيت كنشوف بزاف لي. سمعتيني كنغني؟ سمعت شي حاجه؟ ايوا راك عارف. لا وعلاش؟ راه حيت كاين بزاف اللي سمعناهم قالوا لنا راك عارف، ولقيناهم وصلوا واحد الوقيته. نو ما كاينش، ما كرهتش، ولكن الحلق ما مسمحش ليا. انت ماشي من النوع اللي يقول انا هذا الدومين ديالي، ما نمشيش نحط يدي ولا رجلي في دومين اخر اللي ماشي ديالي. اكزاكتومون، ماشي انا الغنى ما عندي، ما عمري ما حلمت به، ما عمره ما كان موهبه، ما عمر شي حاجه علاش باش ننقز بوحدي. نو توتالو هضرتي على قلتي لو ستيليزم المغرب ناقصو بزاف ديال الحوايج، علاش ما تعاونيهمش انا؟ نبغي نعاون افيك بليزير. واش كديري؟ شنو علاش ما تعاونيش؟ ملي درنا بوم بوم راه لبس، ملي كنا كنديروا ديسك حياتي حاولت. حاولتي؟ حاولت، ولكن ما يمكنش تجي لشي بلاد تقول لهم انا كنعرف احسن منكم وتحاولي. خاص الناس يطلبوا باش انا يمكن اللي نقترح، ما يمكنليش نمشي ونقول لهم اوكي. حيت عندنا بوكو ستيليست اللي زعما هما واعرين في المغرب، ماشي كاينين. ماشي زعما عاوتاني ما عندناش. لا ماشي ما عندناش، ولكن جو سي با سكيل فون. كيفاش؟ زعما جو بونس خدامين في دي ماغازين خدامين، ولكن زعما انا شنو كنشوف باغ اكزومبل في التلفازه، جو بونس كاين باقي ما يدار. لا بون غنصحوا حنا لا تيلي سي ايستوار داخرة. نهضرو غير سيغ انترنيت سيغ لي ريزو سوسيو واش كنشوفو. لي ستيليست وي جو هادي باغ كونتخ جو لو دي. بتيت حيت لا تيلي ماكي بلوغوز بتيت بلوغوز اي ستيليست اي موديل. وي هادو كاينين جو تخوف. لو نيفو كاين ولا؟ لو نيفو كاين. دونك لو نيفو كاين. وي انا جو بارلي دو ستيليزم اللي كنشوف في لا تيلي ou là dans les vidéoclips par exemple. Je pense que, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème de budget, parce qu'ils doivent payer pour un styliste pour qu'ils puissent le faire. Mais le style, on a beaucoup de filles qui s'habillent très très bien, mais c'est pas un problème. Pas con.
وفي نوفمبر بلا لعب لك واحد الكغان فيستيفال غيدير في المغرب في نوفمبر ديال افريكان فاشن وفيه لي كغان ستيليست ماروكان سوبر بس تري بيان زعما باسكو تبارك الله صلاح النبي عليك امباسادريس دو لا مود للمون انتي اون تري كغان مارك زعما المعاونه ديالك لهاد الناس هادو غادي تكون كبيره كبيره بزاف Bien sûr. C'est un article ici de la festival. Ça me ferait très plaisir. Continue. Oui. Parce que c'est un you hook me up pour trouver le meilleur. I hook you up. Bon, quoi, qui doit être l'ouvrage maintenant. Ok, d'accord. La raison, tu vois. On a gassé, on a gardé ça. Moi, on a ramché bien comme moi. Tez, Shadna, le mot ou le terme ou l'adjectif star dans le Maghreb ou le mazal, mon snatch. Ben, un artiste, il bat raso en tant que star. Alash. L'artiste qui dir في المغرب كيدير كلشي راسو كيفاش ممكن لو يكون ولكن كاينش دي زارتيست aujourd'hui عندهم دي ماناجير عندهم دي جون اللي كيجيريو لهم لي ريزو سوسيو ديالهم دونك ماشي بحال شحال هادي الستار المعروف كيفاش التفاصيل كيعيش الستار الستار خصو ينوض في الصباح خصو يشرب قهوه ديالو خصو يتكونسونطري يرتاح ما يفكر لا شنو غيلبس ولا فين غيمشي يسجل ولا هذا تعطل عليه ولا هذا تاتا واخا يكون عنده وخا هنا في المغرب عندك ماناجر وعندك اللي يقدر يعاونك ما يمكنش تعيش ستار مستحيل مستحيل باقي ما وصلناش لهذاك النيفو نعيشو ستار حتى الكبار اللي عندنا في المغرب حتى هما كيضربوا تماره وحتى هما تلقاه كيدير بزاف الحاجات ماشي بزاف بيدو راه كيدير بيدو برجلو واش هادشي عنده علاقه مع الفلوس الا كان عندك الفلوس تقدر تولي ستار فاسيلمون كيساعد بزاف كيساعد بنسبه كبيره كيساعد بنسبه كبيره كبيره بزاف داكوغ انا غنسولك واحد الاسئله باش نشوفك واش ستار ولا ماشي ستار دونك انت كتقول بانك انت ماشي سوبر ستار حنا كنا في ستار وليتي سوبر ستار دابا انا بغيت نعرف انت واش سوبر ستار ولا ماشي سوبر ستار انت ما كتحسش براسك سوبر ستار يعني انا بالموهبه ديالي انا سوبر ستار سوبر ستار تخي بيان واش انت عندك ماناجير اه عندي دونك بحال سوبر ستار دونك هادو جوج الحوايج لقيت بانك سوبر ستار اوكي اسكو انت بحال سوبر ستار عمرك خديتي الكاشي ديالك قبل ما تطلع سوغ سين في المغرب سبقت دونك واحد الساعه كنشوف بانك عندك دي كونديسيون كديرو جوج مرات جوج مرات في الف المره الفايته كتاخد ميم با نصف الوقت الثاني مورا مورا التعاون معنا واش عمرك شي نهار كوم لي سوبر ستار اكزيجيتي بان في لي لوج ديالك يكون سوا الورد سوا يكون الشوكولا سوا يكون شي حوايج معينين باش تكون انت بحال لي سوبر ستار لا حنا ان شاء الله غير يكون عندنا اللوج واش عمرك بحال لي سوبر ستار كنتي غادي وبداو كيصوروا فيك تقول لا 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 ما تخش صوروني وتقلقتي فما عندناش لي باباغازي ولكن هنا عندنا كيجي وكيصورك من نيشان ما كيتخباش واش عمرك شي قلتي شي واحد لا لا لا, لا ما تصورنيش الله يخليك انا مع ول مع عائلتي ولا مع شي حد ما تصورنيش الله يخليك لا اللي بغى يتصور كتر لا يصورك شكل ويجي يتصور معك شكل اخر شنو كتقصد واش انت غادي وكيصور انت غادي وكيصور فيك لا نقدر شي حد نقول له ما يصورنيش الا كنت شي بلاصه كنلبس عليا ولا هذا هو البلاصه الوحيده هو الماكسيموم اللي نقدر نقول له لا اللي بقى ما كاينش مشكل ماشي مشكل دونك عندك بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك سوبر ستار معتز ابو زوز بقى معنا غنرجع من دابا شويه دائما لو كود بي تونايت غادي نمشيو نسمع واحد لا فيرسيون اكسكلوزيف ديال العدو بطريقه شعبيه على شهاده تي في بقاو معنا مرحبا بكم معنا دائما في لو كود بي تونايت شهاده تي في عبلا صوفي معتز ابو زوز Alors les zouines, c'est ce qu'on fait de plateau, il y a juste une zouine. Si ça me fait plaisir, on a que... Ah, merci beaucoup. Là, ça m'a manu, c'est ça le عماد تنقولوا زوين بسم الله الرحمن الرحيم باغ كونتر نتفاهمو من بعد ماشي مشكل العدو بغينا نسمعوا شي فيرسيون شعبيه ديال العدو هو العدو جات كات كات ايه وكي حنا نديروا دابا ماشي طوموبيل غادي نديروا لي سويت غاتعكل شويه غادي نشوفوا كي نديروا ليها غنشوفوا كي نديروا ليها نديروا شي محاوله شي ايقاع شعبي باكو سير الله شو غير شو غير الضم يلا لا 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 غادي نمشيو غادي نمشيو للملفز يقفز يقفز يلا هادي تجيك مزيانه لا غتجي عقلي فقد عقلها تجي احسن بصح يلا سير غادي
فقد عقله صرت مثل الأدلة أسير بدون اتجار خط ولا أبالي أتبع خطوات لا أستعد الآتي أستمتع بحياتي ومسرور بحالي اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله. برافو عليك معتز أبو زوز. غادي لك واحد لو ديفي نديرو ان تشالنج غتحاول دير ليا ان ميدلي ديال 10 الاغاني 10 عزاز عليك ولا خمسه بركه خمسه بركه ديروها في دقيقه دقيقه واحده دقيقه ديروا دقيقه ديروا خمسه اغاني بطريقه شعبيه باكو سير الله يا طالع الكتمة وبلغوا سلامي بلغوا سلامي قولوا لهذه انت البلدان يا المحمقاني قولوا لهذه انت البلدان يا المحمقاني ولا لا 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 زادت بالزم وجدني ودك عليا وما جد في بالي ما جد في بالي ما جد في بالي هي هجرني غزالي غزالي ما جد في بالي ما جد في بالي ما جد في بالي هي هجرني غزالي واللي في شي بزا يقفزا شوفك شوفة من أرض تتهد خضري الضحكي على قاع الناس علي يلا رهانة معتز أبو معتز أبو زوز. برافو عليك صاحبي مشاكل انت تعرفتي على معتز وعلى الصوت ديال معتز ابو زوز شرفين شرفين طلع مره اخرى الطوموبيل تكون اجي واحد خبر معتز لا هذا ميساج للوالده ديالها الوالده هي اللي كتبت برافو عليك الله يبارك فيك عمرك فكرت دير شي اغنيه فيها ايقاعات شعبيه كاينه في عقلي فقد عقله فيها مي فريمون شعبيه نديرها عزيزة لي الشعب يعني نعملها تخدم مزيان شفتي الا قربتي الصيف معتز ما تبقاش تقلب على لي سبونسور ولا شي حاجه نعملها مورا رمضان عرفتي الموسيقى الشعبيه هنا ولا الفنانه الشعبيه تبارك الله عليهم تولي مبوكي الصيف كامل ما تهداش معتز الحبيب كنلعب باتري ندير مغطر وكندير دبانه انا في الصيف معايا معايا سي فاي سي فاي تقدر دير غير واحد الالبوم معتز ديال الشعبي انا البوم شعبي دخل به شويه ديال هذا ومن بعد كمل كنظن غير شي وحده واقيلا اغنيه وحده وصافي اما البوم شعبي راه زعما صوتي ماشي اغنيه وحده بعد ما ندير لك ما توكلكش طرف الخبز لا ولا كانت مزيانه توكلني طرف صح بلا غادي نمشيو نشوفوا واحد لا فيديو بتيتر اللي غتفكرك بواحد السيد وتهضري لنا من بعد على شنو العلاقه اللي عندك مع هذا السيد هذا واخا نشوفوا لا فيديو محمد حديد شنو علاقتك ب بعبلة صوفي عبلة صوفي عبلة صوفي تعرفتها تعرفت عليها ب كان اهلها عند اصحابنا قالوا لنا انه جاي على لوس انجلوس بغيت بساعدها بس اوكي انت بتساعد شباب نحاول نساعد الاصحاب هي بعرف ابوها وامها وقالوا لي اذا بتقدر تساعدها وحاولت انه اقدمها لشخص بعرفه منيح وعلمها الاشياء بالفاشن اندستري ونجحت والحمد لله الو محمد حديد محمد حديد محمد حديد بحال العائله وعزيز عليا بزاف حيت هو كان من اول اشخاص اللي كيفاش بغيت نقول كيون كرو اون مو تقوا بانني يمكن لي نوصل لشي حاجه بعيده وساهم بزاف في النجاح ديالي حيت قدم لك شي ناس قدم لي الناس اللي دابا كنخدم معاهم داك الشركه معتز عندي الواتساب ديالو لا لا ما تبقاش تنقزه داك الله حيت هذا قال لي غيجيو بنتو عندنا في البرنامج في شهر 12 عاود يجي ما كاينش مشكل عنده علاقه غير بالدومين ديالها يمكن دابا بلا قلت تحت الناس ديولي تاع اللي قرب له حتى واحد ما يقرب لي بغا يدوز انا الا كان شي واحد من الناس ديالي وبغى تعاون معنا ما عنديش مشكل مرحبا مرحبا كنضحك انت كتدخل في الخير دابا لا لا الحمد لله انا صبعي تما في اي حاجه دابا صافي دونك السيد بعدو بعدو منه
alors mais c'est vrai oui. هو ولكن هو ماشي ار انا بالضبط هو الشخص كاع الناس اللي عزاز عليه من عائلته لي زامي بروش ديالو هو فيه هادي كيعجبو يعاون الناس ويفرح الناس وزعما بزاف د المرات ماشي حتى انا اللي طلبته زعما شي حاجه كتجي من عنده شافني بوحدي هو كيعرف ماما وبابا وكيعرف ناس من العائله قالوا له زعما ماشي عاونها في الخدمه قال له زعما هي بوحدها دابا تما في لوس انجلوس زعما مره سول فيها هو ملي شافني كيعجبني عندي كتعجبني لا مود قال لي اجي خدمي معايا كانت عنده اون تيلي رياليتي تما فين قال لي اجي كوني لا ستيليست ديالي تما فين بديت دونك درت لا ستيليست ديالو من بعد اقترح عليا ندوز معاه في لا تيلي رياليتي ديالو سي با نيمبورت كي سي سي با نيمبورت كي دو تو وكانت عنده اون تيلي رياليتي كي باس في اون تري غراند شين تما في اوز ايتازوني لا بلو غراند ديال هادشي ديال لا تيلي رياليتي ودست معاه في لي زيبيزود كانت اول مره غندوز في التلفازه وكنت خايفه وبقى ليا هو كان باغيني ندير معاهم كاع لي زيبيزود ما قديتش كنت خايفه وندمت اول مره بغيت ندوز في التلفازه دستي تما ودست معاه في التلفازه ومن بعد ملي سالينا سالات لا سيري قال لي دونك خصك تلقاي شي حاجه اخرى ما زعما خصك تكملي في هذا لو دومين تما فين قدم لي مول الشركه اللي دابا خدامه معاه هنا في المغرب داروا برنامج سميتو بغيت ندوز في دازو حدا هذا ما دخلوش دازو مشى كملوا واجاز ولكن كاين ضروري في الحياه تيكون ان كو شانس صافي كتكون غادي في طريقك ياك وكتلاقى مع شي واحد تيكون واحد هو تنقولوا ان كود شونس سيغ تكون في المكان المناسب باش تلاقى مع الشخص المناسب باش كيدير لك واحد غير ان بيتي بو هو ضروري خص يكون عندك اما الا ما عندك والو وتلاقيتي مع ناس ما يدير لك كاينين دي جون كيدخلوا عليك بالزهر كاينين دي جون كيكونوا كاينين شي ناس واخا يحاولوا يعاونوك ما كتصدقش كاينين كاينين شي ناس غير بشويه كيكون عندهم حتى انا وبزاف الناس كيقولوها ليا كندخل في الخير في الناس بزاف ديال الناس كنتمنى ان شاء الله ندخل عليكم بالخير هنايا ان شاء الله تكوني دخلتي عندنا بالخير ونلقاو خدمه ان شاء الله يا ربي يا ربي ولا شي رجل هاد الفلوس باطرون كيسمع لا انا عاجبني هنا عاجبني كلشي مزيان كلشي مزيان اسمح لي باكو وي نعم اخي قلت واحد الكلمه سي عماد وي خصو يكون عندك واحد شويه باش الكود بوس ينطبق على بلدان اخرين في المغرب ما عندك والو ولا كان عندك ديك البوس كتولي شي حاجه في المغرب وي 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 سي فري كتامن بالمعارف في المغرب شوف انا في الاول ديالي ما كنتش كنامل كنقول غادي نشهد وغادي نعمل وغادي نصور وغنكافح وغادي نوصل من بعد اكتشفت انه ماشي المعارف ان المعامله مزيانه المواقف الزوينه هي اللي كتخليك تستمر مع الناس انسانيا لان غدا ولا بعدو هادشي اللي كنهضروا عليه دابا حنا والكاميرات والاضواء هذا ما يبقى منه والو يبقى المواقف الزوينه وانسانيا وسول فيا نسول فيك لان ما يبقى جديد ما يبقى اضواء ما تبقى شهر هذوك المواقف الانسانيه انا اللي كنخدم عليها دابا كنخدم عليها من بعد باش نبقى في الفن مزيان ونبقى مع الناس مزيان ماشي هاي تسالى الفن انا تسالت العلاقه ديالي معك بالنسبه لي انا هذيك الخساره الكبيره مي المعارف كما قلنا انا بالنسبه لي هما مواقف زوينه انسانيه كتعاونك في الموسيقى ديالك وكتعاونك في الكارير ديالك كيف ما كانت الظروف كاين هاد القضيه ديال الواحد الا بغى يعاونك خصو تيكون عنده الرباح معك بهاد المواقف الانسانيه لا ما كتكونش لا كنهضروا على المغرب ما كنهضروش كيف قال باكو كنهضروا على المغرب في المغرب صديقي الا عنده الرباح معك راه غادي يقدر يقدم لك المساعده ما يقدم لك المساعده بالله في سبيل الله قليله وقليله بزاف سي با انا كنظن ك سي با زعما هذه هي الحياه زعما كيما قلت بعض المرات كتكون في شي موقف كتعاون شي واحد وفي الاخر كيضرك ماشي حتى ما كيدير لك شي حاجه دونك سي بوغ سا كل واحد ملي كيكون حاجته حتى هو راه غيزعم اما غيقول بلاتي انا هذا باغي مني هذا وغن بعض المرات كتقدمي جوج الناس انت كتمشي كيبداو يهضروا عليك دونك شنو زعما ما بقيتيش كتخاف انت كتهضري بزاف على هذه القضيه كنظن عندك شي هيستوريك عندك ماشي بزاف المرات انا وقعت لي بزاف هنا ولا هنا بارتو
كتوقع لي بزاف حيت انايا عندي الحمد لله عندي جي بوكو دو كونتاكت والناس كيحترموني حيت خليوها هنا ما تخليوهاش تخرج وي ليش فر لي انا كلشي في التليفون شوف ميكاسا اي تو كاسا اي تو كونتاكت از لي كونتاكت مي كونتاكت سي فري كنلقى كنكون كنقول مال هاد شي واحد كيجي تقرب مني وهذا يلاه خمسة دقائق كيبداو وعندك النمره ديال هذا وعندك من بعد اوكي او ديبو كتقول اوكي ولكن في الاخر كاينو انت ما كتكونش من بعد عرفتي شنو هذا وكيبغي نو سي با كدوي شويه كدوي بلونغلي مزيان وي صافا تري بيان ما تيس كدوي بلونغلي ولا لا كدوي بالعربي انا لونغلي والو لا كتعرفي اللهجه التطوانيه ولا لا شويه علاش هاد شويه دي ما قلتهاش تطوانيه زعما كيف كيقولوا المصريه كنعجبني الافلام المصريه بالحق شويه الو بغينا ندير واحد لو تيست سي كو شي علم شي تتعلمي لونغلي هو يعلمك التطوانيه باش تيلا مشيتي للشمال تقدري تفهمي بزاف سورتو الا بغيتي تنيغوسي في الاسواق تعرفي كيفاش تشري الا هضرتي معاهم باللهجه يقدروا يديروا معاك الثمن يلاه واخا الو انت غتقولي شي كلمه بالتطوانيه وغنشوفوا واش غتفهمها وترجمها بالونغلي انا نقول لكم بالدارجه واخا دابا غنمشي عند مول الحانوت غادي نطلب له واحد الطلب غتقول له اعطيني لاطا تشيتشارو صغيره الله خلينا لاطا تشيتشارو ستيتوا سمول كاف كاب اوف كوفي لاطا ديال تشيتشارو ستيتوا تشيتشارو شنو بعدا المره ما فهمتهاش تشيتشارو هو داك جلبان جلبان اوا تعلق يلا انا قلت كعطيني قهوه لا ماشي قهوه الوغ جلبانه جلبانه هي معبر ما تجي جلبانه في امريكان لا كتعجبني في الحقيقه القوق جلبانه كتعجبني جلبانه والقوق زين بليز كان اي هاف ا سمول كاب اوف بينز باكو سمول كان اوف بينز دونك صحيح ثاني شي جمله واحده اخرى بالتطوانيه يلا اش عندك تينا تسكتي وهي هادي اش عندك انت هنا شفتك شنو عندك اش عندك تينا كي تنقولوا اش عندك تينا بلونغ عندك انت هنا واتس جوين اون ويز يو عقلتي عليها ما عقلت على حتى حاجه ما عقلتي على والو ما عقلتي على والو برافو عليكم صحو بزاف على عبله صوفي ومعتز ابو زوز غادي يرجعوا دابا شويه دائما على شاده تي في غادي نمشيو تسمعوا لو لايف ديال معتز ابو زوز العداو الاغنيه الجديده ديال معتز وتقدروا تتابعوه سور لي ريزو سوسيو سور انستغرام سور يوتيوب كاينه لا فيديو ديال معتز ابو زوز ودايور سور شادا تي في لو كليب راه كتفرجوا فيه دائما على شادا تي في بقاو معنا حنا راجعين مرحبا بكم معنا في الفقره الاخيره من برنامجكم كود بيت تونايت اليوم على شادا تي في عبلة صوفي معتز ابو زوز عبلة ميرسي بوكو اللي جيتي عندنا وتدوينتي عندك كتجي غير بقيتها صغيره في المغرب ما كتبقايش بزاف ميرسي دو مافوار خاصك تبقاي معنا ما كرهتش والله ما محتاجين الناس بحالكم اللي يغيوسيس واخا ممكن تكتسبوا تجربه ولكن كنبغيو ديك التجربه ديالكم تنفعوا بها هنا ضروري بيان سور بيني ليا انا جو ترافاي دوسو ان شاء الله قريبا ترافاي دوسو كيفاش زعما كنت واحد ما عيط ليا حتى واحد ما عيط لك هذا سي ميساج الناس كاملين اللي في المغرب اللي عندهم علاقه مع لو دومين ديال عبلة في لا مود والفاشن وكل شيء ها هي ا ديسبو تقدر شنو الانستغرام ديالك باش الناس يبغوا يتابعوك عبلة صوفي عبلة صوفي عبلة صوفي في انستغرام توكو ميرسي بوكو اصفقوا بزاف على عبلة صوفي اللي كانت معنا اليوم راه نمشيو دابا لايف معتز ابو زوز العدو انا بشويه خاطيني البيتاس عمري هي لك بيتاما برنسيس انصار انا بشوية خاطري الفيتيس عمري هي لك بيتاما برنسيس امان شد عليها لو طرود بعيدة تكون منكر غادي معا قد تليفوني دي مخشر جا انا عداو هادو عاش بخاو انا هناو العداو هادو عاش بخاو
بلاش حكمة قلبي كي ندير سيب وخصة ما نبدلها ندير معاها لفونير هي ولا بلاش حكمة قلبي كي ندير سيب وخصة ما نبدلها أمانة وانا ما عيش معاها وين ما بغى نتحدى لدي الصوف ويلا عليا تفرقها باكو كي جاك داكشي شكرا باكو مال الدجاجه مانيفيك كي جاك داكشي لو ريتم الرقاده مع دخل فيه شي توجيه زوينين شكرا يعني كفنان كتحس بالعز تتموت على هاد الموسيقى اسيدي تبارك الله سبحوا بزاف على معتز ابو جوز اغنيه شكون اللي خدم معك هاد الاغنيه بوحدك 100% ولا معك الناس يخدموا معك هاد لا شونسون ديالها هي الكلمات والالحان ديالي تعاون معايا انور مقدور في تلحين واحد المقطع منا كانوا جاوا تحيا واحد المقطع زهير حبصايا كان هو المخرج التوزيع ديال ميت شريف كنوجه له تحيه كنوجه تحيه للاميره رقراقي الموديل اللي كانت معايا كل شيء كاع الناس اللي تعاونوا معايا كاين فتح رحالي ايهاب الغيبه بزاف الناس كانوا معايا في الكليب صورنا في تطوان ما تطوان أزلا بين وادلو وأمسا وادلو فصون صور زوينين والمناطق اللي مشيتو زوينين زوينين بزاف هذيك كيعطيك واحد لونفي باش تمشي انت لديك البلاصه اللي كان فيها هذيك المنطقه الشمال كتعمر في الصيف بزاف كيجيو لها من كل المدن المغربيه فانا بغيت نفكرهم بها وهادشي اللي كاين تبارك الله عليك كنوجه تحيه لنسرين يحيى المديرة الأعمال اللي سولتيني عليها قبيلة سيرين يحيى مديرة الأعمال اللي سولت عليها قبيلة وكنوجه تحية ماما وخوتي ماما وخوتو اللي ما سولتش عليهم ولكن كنسول عليهم دابا وكلشي كاع الناس اللي كيتبعوا معتز أبو زوز معتز أبو زوز باش تتابعوه ما تنساوش تدخلوا للانستغرام ديالو اللي هو معتز أبو زوز ولا شانيل اليوتيوب باش تبارطاجيو ماكسيموم لو كليب ديال معتز أبو زوز سميتو العدو باكو شكرا أخويا غادي نقول لك جود باي بالإنجليزية قولها ليا The cut with tonight, it's all for tonight, but just a goodbye. شكرا بزاف باكو ميرسي معتز ابو زوز اللي كنتي معنا تصفيقه سلام معتز اللي كان معنا حنا موعدنا نهار السبت الجاي نفس التوقيت على شهادة تي في السلام عليكم برنامج كل مفاجآت Here we go again Starting from the end Got bits and light lila Tfarja fina dima Got bits and light Alisha da derwina Kul sits ke jina Got bits and light Tell me I can't deny You get me thakun shatai